عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم علي تك. معكم علي نجار من القناة. النهاردة هنعمل أنبوكس لـ ABC Smart UPS 1500 فولت أمبير. كنا عملنا من فترة سنة واحد للألف، المرة دي 1500 تقريبا نفس المحتويات. تمام، نفتح كده زي ما احنا شايفين محتويات العبوة، الكرتونة، بيجي معاه كابلين للباور، كابل سيريال، كابل يو اس بي، كابلين باور، كابل السيريال ار جي 45 لسيريال، كابل يو اس بي كيبل، هنا المانوالز، مفروض معاه السي دي بتاع الباور شيتا. هو السي دي مش معاه، دي حاجة غريبة جدا، السي دي متشال ناقص. لا، السي دي هنا هو يا جماعة، اتنين سي دي، الباور شات بيزنس اديشن، وده دوكيومنتيشن ليه. تمام، هنحط المحتويات على جنب كده. زي ما احنا شايفين بيجي معانا ورقة التست اللي بتقول لك ان التست نجح. نشيله. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين الواجهة الأمامية كده فيها شاشة من قدام. تمام، حجم بيجي مخارج الكهرباء من هنا مقفولة، والبطارية دي ما توصلهاش أثناء النقل. دي فتحة السمارت سلوت اللي احنا هنركبه المرة دي، هنشوفه في فيديو آخر. هنتكلم عن ازاي نعمل له سيت اب في فيديو اخر منفصل ان شاء الله. وفي النهاية اشكركم على المتابعة، ما تنسوش تعملوا لايك وشير. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.